السلام عليكم. جزائرية تخطف الجائزة الأولى لحفظ القرآن الكريم بتنزانيا. الشابة أمينة يخلف حصدت المركز الأول في مسابقة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن للإناث في حفل مهيب بحضور أكثر من 60,000 شخص وبمشاركة متسابقات من 11 دولة. يخلف أمينة البالغة من العمر 16 سنة بدأت رحلتها مع القرآن في السن الرابعة وأتمته في السن 12. تتمتع بقوة الحفظ والإتقان وختم القرآن كل 24 ساعة. ألف مبروك لأمينة ومثل هؤلاء إنهن المؤثرات الحقيقيات اللواتي تفتخر بهم الجزائر.